النهارده هنعمل مع بعض مكرونه بالجمبري، سهله وسريعه وطعمها كريمي جدا. طعمها حلو قوي قوي قوي، جربوها بطريقتي. يلا اقول لكم على الطريقه. حله على النار، هتحطي فيها معلقه ثوم كبيره، شويه زيت وقطعه زبده كبيره، هتقلبيهم مع بعض لحد ما الثوم يبقى لونه ذهبي، وتنزلي بنص معلقه كمون. بعد كده تنزلي بالجمبري. انا الجمبري بتاعي هنا مجمد، فهينزل شويه ميه، هغطي عليه لحد ما يشرب الميه بتاعته. انتي لو بتاعك مش مجمد وطازه مش هينزل كل الميه دي. اهو شايفين شويه الميه دول، خليه يشرب نصهم. وبعد كده هنزل عليه بكوبايه لبن مدوبه فيها معلقه دقيق، نقلبهم مع بعض. وبعد كده ننزل بمثلثات الجبنه، بتدي طعم حلو قوي، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل عموما. اي حاجه فيها بشاميل جربي فيها حطي الجبنه نستو او كيري. وهنسيب الجبنه لحد ما تسيح. لو عندك كريمه ممكن تحطيها على طول، انا ببقى شايله حبه من ميه سلق المكرونه، لو حبيت ازود بزود بيهم كده بتاع ربع كوبايه. هنزل بالمكرونه، رشه بقدونس، قلبيهم بقى مع بعض وسيبيهم على النار حوالي دقيقتين على نار هاديه. تحفة يا جماعة، تحفة بجد، جربوها بالطريقة دي لو مش عندك كريمة، طعمها تحفة. حطي عليها بقى اي حاجة اخضر كده للتزيين، هتدوي احلى مكرونة بالجمبري، بسيطة جدا وسهلة. وما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وشير، عشان نعمل مع بعض وصفات اكتر سهلة وسريعة.